السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة على ماكينة الليزر، وزي ما عودنا عملاءنا الكرام اللي متابعينا، وطبعا احنا بنقدم كل الشكر لكل العملاء الكرام اللي متابعينا وبيدعمونا وبيدونا سبورت قوي جدا، بحيث ان احنا نكمل ان شاء الله بإذن الله ونديك كل ما هو جديد وكل الخبايا في مجال الطباعة مش هنبخل بيها عليكم أبدا. النهارده هنختص بالمكنة الليزر 20 في 30، وحاجة مهمة جدا هنبدأ نتكلم عليها النهارده، دي مهمة لكل اللي عنده مكن ليزر، مش المكنة الصغيرة دي بس، جميع المكن الليزر لازم دي تبقى عنده، يبقى هو بروفيشنال في الموضوع ده عشان يبقى شغله ما يتعطلش ويوصل لأعلى كفاءة للمكنة. وهي اللي هنتكلم عليه النهارده نظري، ان شاء الله بمشيئه الرحمن الحلقه الجايه هنتكلم في فيديو وهنشرحه برضو. النهارده هنشرح لكم شويه صور على الالاينمنت. الالاينمنت هو ان انت ازاي تظبط شعاع الليزر او مسار الليزر بتاع المكنه الليزر. طيب هل دي مفيده؟ طبعا مفيده جدا جدا لحضراتكم وللعملاء الكرام اللي لسه داخلين المجال الجديد. الالاينمنت كل ما يكون كفاءته 100% ومظبوط، كل ما هو هيديك كفاءة في التقطيع، ده رقم واحد. رقم اتنين، هيساعد على ان عمر الافتراضي للتيوب يكون اكبر قدر ممكن تستفاد بكل شعاع طالع منه. نتكلم في المقيل التاني ازاي يكون الليزر 100% تستفاد منه، لان لو الليزر مش مظبوط والكفاءه جايه في الفوكس بتاع العدسه 50 60 70%، انت عندك هدر 30% من الليزر، كده كده الليزر ده هيروح عليه، وفي نفس الوقت هتغلبك في تقطيع الخامه اللي عندك. يلا بينا هنشوف النهارده على الصور تحديدا، وبعد كده زي ما عودناكم الحلقه الجايه بمشيئه الرحمن هيبقى نظري، ومستنيين برضو دعمكم عشان نستمر. هنشوف دلوقتي مع بعض حاجة مهمة، مثلا اهي احنا فتحناها قدام حضراتكم هنبدأ نتكلم عليها دلوقتي. احنا مش سايبين الحمد لله بفضل الله اي حاجة، يعني لكل عملائنا الكرام اللي خارج جمهورية مصر العربية احنا بنقول لك احنا في ظهرك وبنديك سبورت اونلاين، وفي نفس الوقت برضو لو رجعت لقناتنا على اليوتيوب هتلاقي الفيديوهات بتاعتنا كلها هتقدر تستفاد منها وهتقدر تظبط المكنه بتاعتك. الصوره الاولانيه دي ايه؟ الايه عباره عن المرايه اللي جوه التيوب، ناحيه التيوب جوه، دي بتوصل لها ازاي عشان العميل الجديد؟ بتيجي هتلاقي زي كفر ورا كده، ده في التيوب، مالكش دعوه بالتيوب ومالكش دعوه باي حاجه في التيوب خالص، ولا تلمس اي حاجه في التيوب. احنا هدفنا، الهدف اللي قدامنا هو اللي احنا بنشاور عليه، وهو المرايه دي. المرايه دي عامه المكنه برضو عشان العميل يبقى عارف ان المكنه هي كده كده بتيجي متظبطه. احنا بنتكلم فيما بعد وهنقول لكم برضو حاجات معينه ممكن تعمل لك مشكله في الالاين مع المدى البعيد وانت شغال. هتضطر تمسح فساد، هتضطر تمسح المرايات، ممكن كل ده يعمل معاك نسبة فقد في مسار الشعاع الليزر وتظبيطه. فعشان كده لازم تكون انت عارف ازاي تعمل اللايمنج. رقم واحد، زي ما حضراتكم شايفين كده هنا بيقول لك ان المسمار واحد ده اللي مسؤول عن الشعاع الليزر، يا تجيبه يمين يا تجيبه شمال على حسب لفة الاسهم عندك. كل ما يعني تتبع الخطوات، واحنا خلي بال حضراتكم الحمد لله فضل الله العميل عندنا احنا ما بنسيبوش، وعاملين له كمان مانوال هاردوير لو هو عشان يبقى ماسك معاه، بنسهلها ليه بحيث ان هو وهو شغال على المكنه ما يقعدش كل شويه يرجع على الكمبيوتر ويبص ويرجع. لا لا، احنا طابعين لك هاردوير، هتقدر كوبي هاردوير كوبي، هتقدر تبص وتظبط على طول. الاول هتبقى العمليه السنسيفتي بتاعتك او الحساسيه بتاعتك هتبقى صعبه، مرة في اتنين في تلاتة هتلاقي الموضوع سهل جدا، أسهل ما يمكن. تابعونا على الخطوات دي وإن شاء الله مش هتحتاجوا لأي حاجة من الكلام اللي أنا بقوله. رقم واحد، قال لك إن أنت تقدر تتحكم في مسار الشعاع شمال ويمين.
طيب رقم اتنين قال لك ان انت لو الشعاع فوق او تحت، كل ده انت بتظبطه، واحنا التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا ان انت توصل للفوكس بتاع المكنه الليزر وهي نص الدايره. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله عملي وهيبان كل الكلام ده. ده ايه؟ نخلص من ايه الاول ونظبط. انت بتظبط من هنا وحد ماسك التيست بيديك، انت تظبط شويه وبتكون حاطط انت هنا ورقه مش هوريها لكم برضو، بتكون ورقه زي ستيكر كده لازق بيبان عندك الشعاع هيروح لفين. بتبدا تظبط لغايه ما تجيب في المرايه دي سنتريه الشعاع. خلي بقى حضراتكم كل حاجه، كل مللي هيبدا من اول المرايه يبدا يقول مش مشكله ده مللي بسيط، هيبدا يتراكم معاك في المرايه اللي بعدها. فأهم حاجة المراية دي تكون مظبوطة 100%، هتسهل لك الخطوة التانية. ده أول مراية. هنيجي بعد كده لتاني مراية وهي البي. زي ما حضراتكم شايفين نفس السيكونس اللي احنا ماشيين عليه بالظبط. واحد واثنين، واحد واثنين بتظبطوا شمال ويمين. في نقطة مهمة جدا العميل خلي باله منها عشان هو بقى لسه جديد ما عندوش حساسية لف المسمار شمال ويمين. ما تلفليش المسمار قوي كده، انت دخلت الشعاع المسمار تلفه حاجه بسيطه جدا بحيث ان انت وتجرب عشان ما تبعدش وتبقى انت بتقرب كل المسافات. وزي ما اتفقنا يبقى ايه سنتريت الشعاع باقرب قدر ممكن في الفوكس في نص العدسه. حاجه مهمه تانية هنشاور عليها اهو بالماوس. بعد ما تخلص قبل ما بتبدا تظبط، في صاموله اهي والصاموله اهي وفي كمان صامولتين هناك، دي افتحها، دي بتعتبر عامله زي اللوك، بتفتحها وتبدا تظبط. اول ما توصل للتظبيطه الصح بتقوم قافل الصاموله دي للاخر. دي بتعمل زي احكام لوك يخلي اكبر قدر ممكن ان انت تحافظ على الالاينمنت بتاعك. هتنقل للمرحله الثالثه وهي فوق. في مكان بيبقى فوق عندك هنا وفي مكان ما بيبقاش فيه، بس احنا بنتكلم على المكان اللي عندنا. المكان اللي عندنا واحد واثنين نفس برضو الكلام، بس ده بقى هتدي تحت للورقه اللي تحت عشان تشوف الشعاع جاي في النص ولا لا. بتعمل دايره تقفلها على العدسه من تحت، هنوريها لكم عمل ان شاء الله باذن الله، دي هتبان اكتر. بس انا اهم حاجه ان انا عايز اوصل لكم النظري. النظري ده هو اللي هيفيدكم ويأهلكم ان انتوا لما تيجوا تشوفوا العمل يبقى انت كده فهمت الالاينمنت. الالاينمنت يا جماعه مهم جدا جدا المكنه زي ما احنا سردنا في اول الحلقه دي. تاني حاجه خلي بال حضراتكم الالاينمنت ممكن يحصل له، طب هو ممكن يتسال سؤال الالاينمنت، طب انا واخد المكنه وهي انا ما لعبتش فيها. لا، مع حضرتك المكنه دي على الاكس اكسس والواي اكسس رايحه جايه رايحه جايه، من كتر الشغل الهزات البسيطه دي، الهزات البسيطه دي لازم هتاثر مع المدى الطويل. والا اذا كمان لو انت نظفت كل فتره بتضطر تنظف العدسه، تنظف المرايات، وانت بتنظف ما تاخدش بالك فتكون ممكن هزيت الشعاع. هي دي الاخطاء اللي بتيجي منها موضوع ان تظبيط الشعاع ما يبقاش مظبوط معاك. انتظرونا في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله هنقول لكم عملي، وفي نفس الوقت هنقول لكم برضه احنا محضرين لكم كمان السوفت وير بتاع المكنه ازاي تسطبه ستيب باي ستيب عشان تقدر تبقى معاك كل حاجه، ما تبقاش متوتر في اي وقت بالليل لا قدر الله ولا اي حاجه، ما تستناش دعم بعد كده، لا تبدا تتحرك وتبدا تشتغل. وده اللي احنا بنحاول نوصل له الفتره الجايه. احنا عندنا حته ان احنا نخلي العميل لما ياخد مننا المكنه يبقى هو معاه على قد ما يقدر ملم بالصيانه عشان يبدا يشتغل. انتظرونا في الحلقه الجايه، محتاج دعمكم وشير لأوسع النطاق عشان أي عميل يستفاد بالفيديو ده، وأي فيديوهات بنحطها شورت كات على الفيسبوك أو الريل أو أيا كان هو بيبقى كامل على اليوتيوب عشان المساحة زي ما حضراتكم عارفين إحنا مقيدين بمساحة معينة، ودي اللي إحنا هنقدر نتكلم فيها الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إزاي هنبدأ ننتقل بقى للمرحلة الثالثة وهي ازاي تبدا تخش على البورد جوه وتقدر تعرف الاخطاء بتاعتك. لو انت مش حابب الموضوع ده وحاسه صعب بلاش، عشان ده بيبقى فيه
في مخاطره. يعني هنخلي الحاجات دي مش دلوقتي، بس خلينا في الحاجات السهله العميل ياخدها. انتظرونا في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.